سيد محمد، يعني إذا تحدثنا الآن عن موضوع القوات المسلحة، الجيش المصري، يعني إقحام القوات المسلحة في العمل السياسي بهذه التعديلات الدستورية الجديدة، يعني لماذا؟ أليس هو يعني دور القوات المسلحة هي حماية المواطنين وأمن الدولة إذا تعرضت إلى أي محاولة، يعني محاولات للبلد في مصر؟ الآن يعني إقحام هذه القوات المسلحة ماذا يعني بالنسبة للمصريين؟ الحقيقة إنه ده يعني أكثر من عسكرة، يعني خلينا أقول لحضرتك بشكل واضح إنه هم يطمحوا في دور للمؤسسة العسكرية يمثل دور المؤسسة العسكرية في سوريا في تركيا ما قبل أردوغان، أي بدلا من الاستدعاء وبدلا من إن هم يشغلوا الناس بمظاهرات تمثيلية ويصوروها وبعدين يسارع الجيش إلى السلطة وسط هذه المظاهرات، لا خلاص بفوت الدستور هكذا يرتبونها في الدستور. الحقيقه حتى هذا الامر بات موضوحا لدى كل المصريين. خليني اقول لحضرتك ما المعنى في ان يكون الجيش اللي هو المفروض انه ما يكونش يعني في العمليات الديمقراطيه يكون له سلطه او دور سياسي، ما معنى ان يكون هو حامل عمليات سياسيه ديمقراطيه؟ لا يمكن باي حال من الاحوال. هل مصر بدعه من الدول؟ هل مصر يعني مصر دوله خلقه يعني من بقيه الدول العالم حتى يكون المؤسسه العسكريه هي حاميه الديمقراطيه؟ مساله مضحكه جدا، والمساله يبدو انه عايزين المساله بمخضها، يعني مساله مضحكه جدا، وما اظنش ان حد الشعب المصري قابل لهذا الامر.